اختتمت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إعلان مجموعة جوائز نوبل لهذا العام بإعلانها فوز كلوديا جولدن بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2023. فمن هي؟ أجابت الأكاديمية عن هذا التساؤل في بيانها بالقول إنه من خلال البحث في البيانات التاريخية قدمت جولدن عملاً ممتازاً تمكنت من خلاله تقديم حقائق جديدة ومثيرة للدهشة تتعلق بسوق عمل المرأة، علاوة على تقديمها فهماً أعمق للعوامل التي تؤثر على فرص المرأة في سوق العمل ومدى الطلب على عمل المرأة في مختلف القطاعات. وجولدن هي أمريكية من مواليد 14 من مايو 1946، نشأت في مدينة نيويورك بحي برونكس، وكانت عقيدة العزم منذ الصغر أن تعمل كعالمة آثار في المستقبل، وتطورت هذه الأمنية مع مرور الوقت حتى أصبحت مؤرخة اقتصادية داعمة للتيار العمالي، كما أنها تعمل كأستاذة للاقتصاد في جامعة هارفارد.